الله عليك يا شو، الطلة اللي مش على البال ولا على الخاطر دي. اتفضلي اشبكي ايدي في ايدك كده، وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. انا ما صدقتش نفسي لما شفتك بره في الصالة، مندهش من ساعتها. الملط بيضون ينيلك يا واد، النظافة والشياكة اللي انت بعيد فيها دي. سيبك انت، ما هي الدنيا ما بتسيبش الواحد على حاله، مش كده؟ مش لو كنت سمعت كلامي كان زمانك دلوقتي نجمة المحل الأولى وشايلة المحل ده كله على وسطك. عايزنا نرجع زي زمان؟ قول للزمان خلي في عينك حصوة ملح وارجع يا زمان. الله عليك يا سلطانة. سلطانة هنا يجيلك، انت لسه فاكر؟ احنا لسه على قديم. حد ينسى سلطانة الطرب وسهيرة قلوب العذارة؟ الايام دول يا مالت، امبارح شوق والنهارده رمانه. رمانه هي مسمعه للدرجه؟ فشر ولا حد بيسمع عنها حاجه غيرش انا بس اللي في بيني وبينها طار، وعايزاك تجيبهولي من النعينه. امورين امورين يا سلطان، بس انا مش فاهم تقصدي ايه. بتحوم على واحد يخصني، عايزه ازحها من سكته. شوف لي طريقه. والشخص ده موجود هنا؟ اوعى يكون يا فندينا. عسل بشمع وفي بطرامه كهربانا من جسل بلبل، مفيش ولا ايد طايلة بدأت اوقف بنت حل وتبردك ياطلة وسخل ابرم برم عايزين نعمل فرح يليق بينا يا شفاء. طبعا يا كبير، دي هتبقى ليلة العمر. عايزك تعزمني كل المعلمين كبار وصغار، ما تنساش أي حد فيهم. كل المعلمين يا كبير،
طب والمعلم هللة؟ معلم هللة ده بقى انت شخصيا لازم تروح له وتقول له المعلم نوح مستنيك وبيقول لك حقك وحق رجالتك في رقبته. أوامرك يا كبير. عاوز منك حاجة تانية يا شفاعة. رقبتي يا كبير. في عيل أمي الأبجية وأنا اسمه فتحي فلنكات والتاني اسمه صلاح كفري، عارفهم دول؟ إيه اللي عارفهم؟ دول عيال موزعين قطاع على قد حالهم، مش حملك يا كبير. العيال دي أنا مش عاوز حد يحس بيهم في السوق، ولا حتى عايز حد يعرف أساميهم، كأنهم ما اتولدوش من أساسه. وبلاش تشغل دماغك يا أخويا، أنا أفتح لك الفتحة التانية. كل شوية تفكرني يا كبير، ده أنا ما بصدق أنسى. اعتبره حصل يا كبير. وعاوزك كمان تمشي ورا براءة زي ضله، وتبلغني أول بأول باللي بيعمله واللي بيقابلهم. براءة تعبني أوي يا كبير. معلش، خليك وراه زي ضله، بس ما تضايقوش، أنت عارفه سريع الطلقات. ها؟ أنت هتقول لي اعتبره حصل يا كبير. مالك يا ست مطر؟ يا اختي عمالك تتلفتي يمين وشمال، هتخلي اللي مش واخدين بالهم يفتكروا ان احنا عاملين عامله ولا حاجه. يو برضو الحذر واجب، الواحده مننا لازم تاخد بالها وتحرص. ليه يا اختي كفالة الشر؟ واحنا يعني داخلين نعمل معصيه ولا حاجه؟ يا بنت مش قصه معصيه، انما الولايه اللي احنا طالعين لها دي ما نعرفهاش، لا عمرنا شفناها ولا كلمناها. اطمني، انا كلمتها وعملت فيها حبيبتها على الاخر، اطمني بقى. وبعدين تروح للراجل صاحب الفرن تقول له يديك الورق اللي قلت له عليه. ماشي، هجيب بجنيه عيش. بجنيه؟ وبعدين تلغي في الكنت سايبه على المكتب امبارح. خلوا تتزيل بقى. ايه ده؟ اسمعي الكلام. ده هي يمين يا مت. علي بس انت قلقانه من ايه؟ انت قلت لي البيت ده التعليم؟ مش هوصيكي يا حمدون، انا مش انا احسن حد يستعوض. ما تخافيش يا حبيبي. ايه ده؟ انت في حد جاي لك ولا ايه؟ تلاقي واحده من حبايبنا زي كده قصداني، ما تقلقيش. العواد، اكيد انت الست حمتومه، صح ولا انا غلط؟ ايوه يا اختي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك، دي الست مطر اللي حكيت لك عنها. يا اهلا وسهلا يا ست مطر. طب اسيبك انا بقى، سلام. مع السلامة، ابقي طمنين عليكي. مع الف سلامة يا اختي. هي مين الست دي يا خالة؟ حنتوش مرتوش تربوش منفوش. الله حي. وشفتهم بعينيك؟ ايوه يا اسيل باشا، وفضلت وراهم لحد ما طلعوا. والبيت ده بتاع مين؟ البيت ده بتاع واحدة مروشة كده رجالة. واخد بالك علي؟ واضح يا فندم ان مشوار حريمي يخص لعبة الدجل والشعوذة بتاع الستات دي. اهو احنا بقى وسط اعمال الدجل والشعوذه دي ممكن نعرف كل حاجه عن البيت ده تحديدا. اكيد طبعا يا فندم. بس يا فندم في حاجه حصلت. حاجه ايه؟ كان في واحده موجوده واول ما شافتهم وصلوا مشيت. والواحده دي انت تعرفها؟ ايوه يا باشا اعرفها، عز المعرفه، من ايام ما كنت براقب افندينا. افندينا؟ ودي مين دي بقى؟ شو مرات ابو سنه. حلو قوي الكلام ده علي. ارجع يا ابني ورا شويه. الحجاب ده تخيطيه تضطري تخدته. امسكي يا ست نطره، والسائل ده تستحمي بيه مرتين في اليوم، مره الصبح اول ما تصحي والمره التانيه بالليل قبل ما تنامي. وايه الكيس ده كمان؟ دي رمله مبروكه تفركي بيها كعب رجلك. هي كده عامله زي الحجر يا ست مطر. حاجة زي كده يا اختي. يا اختي انا كعب رجلي زي الفل، مش محتاج يعني. ما تقولي لها يا سوريا. لا ست مطر ما تتوصاش في النظافة، فل من جوه ومن بره. الحكاية يا اختي ملهاش دعوة بالنظافة. امال ايه؟ كل ده من كيس الرملة دي؟ الكعب ده هو بربط الفرس، والرملة دي مبروكة. اول ما تفركي بها كعب رجلك هتلاقي وشك ده قمر 14، والدم بيبج منه زي النافورة. ماشي، هعملك كل اللي انت عايزاه،
المهم البال يرتاح وعيش بقى زي بقية الناس. الله حي حنتوش منتوش طربوش منفوش. عليكي في البيت، انت كنت فين؟ تعالي عايزاكي تعالي. خدي، مش انا عرفت جوزك بيهج كل يوم وبيروح فين وليه مش طايقك ولا عايز يخلف منك؟ بيحب رقاصة. لا هو انا بقولك دوا كحة؟ بقولك رقاصة. معرفش يا اختي بينها عامله له عمل ولا ايه. اتقصت وعرفت، مش انا قلتلك هجيبلك قراره؟ واديني جبته عشان تعرفي ان انا جدعة وبوفي بوعدي. رقاصة واسمها رمانة، وتعرفوا من قبل ما يدخل السجن، وبيقولوا يعني ان هم عندهم حكايات بينهم وبين بعض يا اختي ولا الف ليلة وليلة. ما تخافيش قوي كده يا اختي، هنتصرف، لازم نعمل حاجة ونخلص من البت دي. بس اوعي تقولي لسي خميس اني قلتلك حاجة ولا ابو سن ده ينيل عشتي. انت عارفة ان انا بحبك وخايفة عليكي، وبعدين خير ان تعمل شر ان تلقى. انا حققت في اللي انت قلت وعرفت العيال اللي بتلعب من ورانا ويغشوا البضاعة، وقريب قوي هتسمع سمع خير يا معلم. الامر ما يخصنيش يا معلم نوح، حقك كان لازم اردهولك، ومن هنا ورايح حصتك هتكون قد غيرك مرتين. متأخر أجاوة يا معلم. يعني يا معلم هلا انت نويت تغير الكار ولا ايه؟ خلاص بضاعتنا ما بقتش تلزمك. اللي عندك هو آخر ما عندك، واللي جاي ما بقاش بتاعك. وان كان على حصتي فانا اخدت حصتي من المصدر واكتر بكتير من اللي وعدتني بيه. ايه سمعني تاني اللي قلته ده. اللي قلته سمعته كويس يا معلم. اوعى تفتكر يا معلم هلا ان ممكن في اي حد في السوق يبيع لك حبايه من غير امر مني. الامر ما بجاش بيدك يا معلم نوح. الظاهر ان الغضب عمى عينيك يا هلا وخلاك تنسى مين اللي قصادك. لا يا معلم، غرورك انت اللي خلاك واقف لحالك في الطل، ما انتش حاسس باللي بيحصل حواليك. وايه يا اخويا اللي بيحصل حواليا؟ ولدك زي ما رصف بيده سكه لتجار بير السلم وانت مش حاسس. السوق رصف سكه تانيه لمصدر تاني غيرك. لا لا تنساش نفسك. انت اللي نسيت نفسك يا معلم وسلمت دجنك العيل طايش حدفك شمال. فوق يا معلم نوح، افندينا نزل الملعب وخد مكانك. افندينا؟ وقعد مع كبارات السوق وادى كل واحد فيهم حصته بالعدل، والكل جام مرضي. سلام يا معلم نوح. صحيح ما تنساش تسلم لي على الوريس. شفاعة! عمرك يا كبير. نفر مننا برضو يا خال. قبل ما اخش السجن كنت حاسب السوق ده حسبه غلط، كنت حاسب اللي يكسب يعني هو الحريف وخلاص. لا 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 الحسبه بقتش كده، اللعبه قلبت جد. والغلطه بقت دفوره. بس انا مش مطمن يا خميس العمروتي. خد بالك بصالي اللعبه دي عشان عارف ان انا في ظهري رجاله ورايا عزوه وسند. بس النوح مش هيسكت، احنا كده بناخد اللقمه من بقه، وده كلب وقفش في عظمك مش هيسيبها بالساهل. ها وانت لسه قايل الغلطه الوقت بفوره. علشان كده يا خال
لازم نعرف اللي بيدور في دماغ النوح، نلغوص جوه افكاره ونجيب مصارين فكره. انا مش فاهم بالظبط انت ناوي على ايه يا خميس. انت عامل ايه في الجواز يا خير؟ الله، ايه دخل عيشه في ام الخير؟ ايه اللي جاب الجواز للي احنا عايزينه من نوح؟ الله بطمن عليك، عايز اطمن على الخيل، عايز اعرف تمام ولا لا يا اخويا؟ مش ولا خلك اسد ولا معلوم اسد، عشان كده متجوز ال ايه الجوازه اللي هي ايه يا فندينا؟ رسيني انت ناوي على ايه بالظبط؟ ناوي على السكه اللي نوصل بيها المصارين النوح. قول لي انك فهمتني. اروح على القهوه اضرب حجرين معسل واقول لك ان انا فهمتك. وراك 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 وراك، مطرح مطروح وراك. وابتدى ابتدى ابتدى المشوار. هسيبك انا بقى تهزيها، قصدي تدوريها يعني في دماغك، لغايه لما نشوف حل في البت دي. ما احنا لازم نخلص، خطر. هتوحشيني الشويه دول. خلي بالك من نفسك. ابتدى 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 المشوار. يا خلاص، انت على طول نطت لي كده في وشي يا عم. بقى تنحنح ولا هبهب؟ هبهب اتنحنح وانا داخل اوضتي يا شوق؟ ان شاء الله وانت خارج من على السرير اتنحنح. انت كنت بتعملي ايه جوه يا بت؟ اهو بنطفي نار بعضينا بكلمتين. حكم الوحده على الوحده بلا، ربنا لا يوريك اساه. صوابعك مش زي بعضها يا شوق. بس الخمسه في كف واحد يا عيون شوق، والنسوان زي ما انت عارف غلبه وبتستحمل، لكن لما بتزهق بتهج وبتبقى مش عايزه حد يعرف لها طريق جر. طب واللي نفسه يهج معاها بقى يعمل ايه؟ ها؟ يتوب علينا ربنا. دين عمري يا ابنك ربي. انا مش عارف ليه انا توت منك يا ربي. صراحة يا ست مطر، انت ايدك فرطة قوي في الفلوس. كنت سيبي لنا حكاية الفلوس دي نتكلم فيها يا اختي. دول عالم ياكلوا مال النبي. مش مهم الفلوس، المهم النتيجة. النتيجة؟ النتيجة مضمونة مية مية. اسأليني انا، انا مجربة وعارفة. هما يعني حرقين شوية في الفلوس، بس سرهم ايه باتع يا اختي. انا الفلوس عندي بالكوم، مش عارفة اوديها فين. وبعدين هي يعني فلوس ايه من غير عيشه؟ ولا انت شايفه ايه يا سوري؟ عيشه من غير فلوس يا ست مطر زي موت وخراب ديار. شكلك بتحبي الفلوس قوي يا سوريا. الحرمان يا ست مطر، ربنا ما يكتبه على حد ابدا. معلش بس شكلنا كده مش هنختلف. مش هنختلف في ايه يا ست مطر؟ كله بقوانه يا جميل. يلا يا اختي. يلا. قلت لك مش عايزه اطفح. انت ايه البعيده ما بتفهميش؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب، انت كده هتموتي، هتقعي من طولك، انت ما اكلتيش من امبارح. ماليش نفس، نفسي مصدوده مش طايقه الاكل. طب اهدي وبطلي السجاير دي بقى، قطعتي نفسك ونفسي معاكي. انا يعمل فيا كده؟ يقلب الترابيزه في وشه قدام الناس ويقول لي شلبي شيل الزباله دي من هنا؟ انا زباله يا بيزه؟ انا؟ وهو ايه بقى اسم الله عليه؟ ملاك نازل من السما ناقص له جناحات ويطير؟ هو نسي نفسه؟ نسي نفسه هو ايه؟ وبيشتغل في ايه؟ وبيتاجر في ايه؟ وكان في السجن ليه؟ من قهرته وفرسته يا ابله، ده انت قهرتيه، ده انت قعدتي تقولي رمانه اه، رمانه اه، رمانه اه، رمانه ما بتكدبش ابدا. ولسه وديني لوريه، هخليه يقول حق برقبتي، هعرفه مين هي رمانه اللي ما بتكدبش ابدا. والنبي تهدي يا ستي، امان طلع عليكي تهدي. انا هروح اعمل لك واحد ليمون. ليمون ايه بس؟ اديني نص ولا حبايه من الهباب اللي انت بتديهولي ده. من عينيا يا ابله، من عينيا الاثنين. يلا انجزي يا منيله. عينيا. حاضر يا ابله، حاضر.
خدي. مش شايفه يا قابلتي. ودي اللي اوريكي يا خميس. اتهبلت يا كرامه ولا اتجننتي؟ من امتى وانت بتسالي في حاجات زي كده؟ انت هتنسي نفسك ولا ايه؟ رقاصه؟ رقصتي ايه؟ انت مين قالك الكلام الفاضي ده؟ اسمعي يا بنت الناس، انا راجل ما بكرهش في حياتي قد السين والجيم، وبيطلبوا معايا عكنانه وقله مزاج، فقصري في ليلتك. اسيبك ليه؟ لا اله الا الله، اسيبك ليه؟ انت عملتي لي ايه وحش عشان اسيبك؟ ولا انا بقى راجل مفتري ووحش بقى؟ مفتري انا؟ امال في ايه؟ ما لو فضلتي على قلقك ده هيخرب عليكي ويخليني اسيبك. اسيبك يا كرامه؟ اسيبك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب خلاص نكن بقى كده ونهدى ونقعد في اوضتنا متستتين وهوانم، وبلاش نسيب حد ينخور في دماغنا، وما نسمعش من حد. يتوب علينا ربنا. يعني ايه يا باشا؟ يعني اللي سمعته يا نوح. بس ساعتك كده بتهز صورتي في السوق يا باشا. ولا هز صورتك ولا حاجة. انت بتدفع تمن اللي بيعمله ابنك. الله، وهو كان ابني عمل ايه بس يا باشا؟ وإذا كان على غلطته مع خميس احنا دفعنا تمنها نص المصلحة اللي فاتت، وأكتر من كده يبقى كتير قوي يا باشا. الكتير والقليل مش أنت اللي تحدده يا نوح. أنا كان عشم يبص لي شوية يا باشا. أنا اديتك بدل الفرصة 10 وأنت ما عرفتش تستغلها كويس. يا باشا أنا كان أملي كبير قوي في المصلحة دي، ومعاليك عشمتني إن أنا هشيل لوحدي. حكم السوق كده يا نوح. عامل لك إيه؟ وقلتها لك 100 مرة قبل كده. مش أنا قايل لك إنها ما بتضمش لحد؟ سمعتش كلامي. رحت اديت الشغل لابنك وقعدت فيه. يا باشا براء قفش السوق وشفر كل أبوابه، وقدر في كام سنة يبقى كبير. وشغلانة بير السلم عمل فيها إيه؟ ده كل يوم بيتاخد منكم زبون. يا راجل البرشامة اللي إحنا بنجيبها ب 10 جنيه بتتاخد منكم وتطحن وتتخلط وتتباع ب 100 جنيه، وابنك فرحان بكلمة يا معلم، وكل المكسب بيروح لغيركم. لا ما انا اتصرفت يا باشا وصفيت العيال دي، وبرضو انا محسوبك يا باشا. عشان كده انا قلت لك تيجي هنا يا نوح عشان نتكلم. خلي بالك يا نوح ولم ابنك بدل ما تلاقي نفسك بره اللعبه. انت فين؟ هو انت كل مره تقطعني كده؟ ايوه انا جوه من بدري. طب يلا استنيك. بنتي دي شكلها كده فاتحه الرابع ومش هاممها حد. وهي ما مين يعني؟ دي من الاخر. من الاخر ولا من الاول؟ هتطلع مين يعني ولا بنت مين؟ سيبك منها، انت مش قدها. وانا احب كده اجي كده في الروقان الف لي سجارتين اشرب لي كاسين بعيد عن الوش والقرف ولادته وعجن ابويا. لا مؤاخذه يا برنس. ثانيه واحده، في ايه يا ابني؟ مش قلت سيبوني شويه اروق دماغي شويه لوحدي؟ في حد بره عايز اقابل معاليك. مين؟ اتفضلي. طب اقفلي انت دلوقتي. انا قلت هو الموز. انت قلت مستنيني وانا ما كتبتش خبر وجيت. تصدق بالله انا قلبي حاسس ان الجايه جايه، قصدي يعني اني مش هون عليك. ايوه بس انا ليا عندك حق عار. انت حقك مردود تلت ومتلت وباي تمن. رمانه ملهاش تمن يا براء، ولا عمرها هتنزل مزاد رجاله. رمانه ما يوزنهاش الا راجل يسند ظهرها لاجل ما يملى عينيه. اهل كرنا قالوا ادي الجمال وادي الجمال. انت جيت لي وقصد افندينا بس برضو غاوي، والغاوي ينقط. وقلت اني معاك هكسب فوق ما انت متخيله. واديني جيت اهو عشان نتفق. وماله نتفق؟
بس قبل ما نتفق في بقين عايزك تسمعيهم عشان انا احب الشغل يبقى على نور حتى لو سكته ضلمه. قول يا براء. لو الشيطان حب يلعب معاك الدنيئه وصور لك انه ينفع انك تشتغليني ويبقى اخر الحوار ده انك تسلميني الافندينا، تبقي خطتي عتبت قبرك وحفرتي بايديكي. يبقى انت بتحمرق ومش قد كلامك. اما بقى لو كان الكلام طالع من القلب وبنيه صافيه ونظيفه ومش متعصى غدر، تبقى حطيت رجلك على سلالم الجنه وعمتي على وش الدنيا عوم وخبطتي على باب السعد بايديك يا رمانه. بقولك ايه يا براء، انت شكلك كده مش مطمن. خلاص لو مش مطمن بلاها ونشيل ده من ده يرتاح ده عنده، بس تطلعني من نفوخك خالص وتطلعني من الحوار ده. يا بنت عادي، ايه القفش اللي انت فيه ده؟ اهدي شويه، الكلام اخده وعطى. وانا برضو مش عبيط عشان اصدق ان واحده ممكن تقلب على حبيب القلب بسرعه كده. ربنا يكفيك شر كسره القلب، والست لما ينكسر قلبها بتسن ضوافرها وتذبح. وخميس خليني اسن ضوافري على الاخر. سلامة قلبك يا رمانة. يبقى ليك. طب مش نسمي الاول؟ بسم الله الله اكبر. صباح الفل يا ست مطر، ايه الحلاوه دي كلها؟ تلم يا بيت. والنبي قمر وقشطه، قوليلي استحمتي بالزيت ولا لا؟ بقولك ايه يا بت يا سوري. نعم. هو انت لما كنت بتتجسسي علينا لصالح الحكومه كنت بتاخدي كام؟ ايه لازمتك بس الكلام ده يا ست مطر؟ ما احنا خلاص بقى تبنا الى الله. انا بسال بس يعني. عادي يعني، هي الحكومه دي بتدفع حاجه؟ اسمعي يا سوريا، احنا ولايه زي بعض وغلابه، وتيكي شايفه عيشتنا في البيت ده محدش ضامن حاجه، وانت عارفه انا نجيتك من الموت قبل كده، يعني ليه في رقبتك جميلة؟ والنبي شايلها العمر كله يا ست مطر. يعني يا بنت لو طلبت منك حاجة تعمليها؟ طبعا، ودي عايزة كلام، أمور انت بس. ماشي، وانت معايا تكسبي كتير قوي. كم يعني؟ خميس الدنيا. الله يسلمكم يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي كان يهرني وكمان مستصغرين وانا اللي كان كاسرني اللي كان قاهرني يستقلوا بيا وكمان مستصغرني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا اخويا، شفت عفريت؟ انصرفي. انما ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ تعالى بص على نفسك في المرايه. مرايه ايه اللي عايزه تبصصيني فيها كل شويه دي؟ انت عامله ايه في المرايه دي يا بت؟ عايزك في كلمتين. مرايه شو؟ وانا كل ما افتح باب الاقيك حاضره. يا اخويا وطي صوتك شويه حتى هيسمعنا. توعي عشان ما توطي حسك كده. اصل من ساعه ما رميت الكلمه اياها في عيني وانا مش عارفه اطلع مع نفسي. والنبي بصني كده احسن اكون بحلم. ما تلمي الدور يا بنت، لمي الدور وشويه الكلام ده. يعني انت كنت تقصد لما قلت لي عايز تهج؟ انا قلت كده. امي معرفش ليه بيسال الحاجة، بس هي سكه يا بنت، بس هي بنت سكه يا حمام. انا في الصحه اهو، بس هي بنت ورا بدل ما تطب علينا اللي ما بترحمش. لو النبي الا دي، بس ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها يا رب ويتوب علينا ربنا.
اللي كان كسر دي بيستقلوا بيا وكمان مستصغريني كمان مستصغريني. فروما بدران يا استاذ بدران. خلي بالي انت يا استاذ بدران. ما بتتكلمش كتير. ايوه يا خير خير مالك حقي. مالك اهدي. تعالى شوف النسيبه السوداء اللي وقعت فيها. ايه الحكومه كبست عليكي تاني؟ بص عليك السيره دي تيجي على الصبح كده على الريق تف من بقك. امال ايه اللي جايبك ورا على هنا؟ بنت من البنات اللي عندي. بس دي غير البنات دي بتجيلي دليفري. ايه الموتوسيكل بتاعها اتسرق؟ بص عليك يا استاذ بالذمه ده وقته. لا بعتها للدكتور بتاعنا الدليفري اصلها حبل قلتي سقطها. آه. لسه يا دوب هيبدا الحكومه كبست عليهم اخذتهم سره واحده. هو انت ما جيش وراكي الا البلاوي؟ انا ليا غيرك يا بدران. اه بس انا دلوقتي ورايا مواعيد مهمه. مش اهم من البنت اللي مستنياك تمد لها ايدك وتنقذها بدران. الحقني. هات ارجع على المكتب ما تنساش تجيب البطاطايه بتاعه العشاء. يلا يلا بينا. عشان كده علي مهم جدا نعرف الست اللي بيروح لها الستات دول. انت مش مفروض عملت عنها تحريات؟ اسمها حنتومه. حقيقي حنتومه وشغاله في السحر والدجل والشعوذه والكلام الفاضي اللي سعادتك عارفه ده. طب ما انا هاي هايل جدا كمان. الست دي بقى لازم نلاقي لها سكه نخش لها منها، لان لو عرفنا الستات دول بيروحوا للست دي ليه هنعرف حاجات كتير قوي عنها، وممكن في الحاله دي كمان. ادخل. تمام يا باشا. خير؟ في واحد بره عايز يعمل ساعتك. ما قالش اسمه ايه يا ابني؟ الباشمهندس عبد العزيز ريان. عبد العزيز ريان؟ اه ده ابو الواد شادي بتاع حمله الفيلا. قول له ادخل. تحت امرك يا فندم. اتفضل يا باشمهندس. اسمها ايه؟ حنتومه. تومه. انا اسف يا ياسر بيه، بس كان لازم اجي لك. اهلا وسهلا يا باشمهندس، اتفضل. انا اسف بس ابني في خطر ومحتاج مساعدتك. معاه استاذ عايز يخمر شويه. يلا. العمروتي طلب يقابلني النهارده. اكيد عايز يرغي بقى ويلوك في الفرشه اللي فرشتها في السوق. بس خلي بالك يا ابو جمعه، احنا كده مكسبنا اقل من تعبنا. بص لقدام يا خال. بص لقدام. احنا لسه في الاول. برضه احنا شرعانين للمكسب، وبعدين العمروتي ده مش مضمون. خميس عنده حق. مكسب السوق أهم من الزيادة اللي خسرناها. والنوح مش هيسكت، هيعمل أي حاجة علشان يرجع تاني. البضاعة دي عشان نبلع بيها السوق لازم تاخد ختم المزاج. والسكة مفتوحة. الناس زهقانة وكفرانة وعايشين في غلب برضه. فالنفر لو هيشتري الحباية دي وهو متأكد إنها هتخرجه من العالم والغم ده وتحطه جو أحلى هياخدها بمزاج. صح ولا لا؟ هياخدها بمزاج. واللي يتاخد بمزاج عالي الجودة لا يمكن حد يسلاه. ولا يا حاجة؟ طمنتني يا حبيبي. إلهي يحرسك، إلهي يرزقك كمان وكمان. بركة فيك يا عسل. خدت الدواء؟ خدته يا حبيبي. ربنا ما يحرمكم من بعض ويديم المحبة بينا يا رب. آمين يا رب. دوق. دي خلطة جديدة؟ اه. حلو. بس ما تخمرهاش زيادة خلاص، كفاية كده. توجيهاتك يا فندينا. أنا عملت بنصيحتك وجبت لنا المصحة عشان يتعالج. كان كويس قوي في الأول. وفي ليلة جات له أزمة ما بقاش قادر ياخد نفسه، كان هيروح فيها. حطوه على جهاز التنفس لحد ما فاق. الدكاترة قالوا إيه؟ قالوا إن دي أعراض صحية، ده معناه إن سموم الحبوب بتخرج من الجسم. طب ما ده شيء كويس، معناه كده انه ابتدى يستجيب وهيبطل. المصيبه انه في ليله تانية الممرضه لقت معاه شريط ترامادول كان مخبيه بس ايديها ورجليها علشان ما تقولش، رفضت. صار عليها وضربها وكان هيموتها. الشريط ده جاله منين؟ معرفش. لكن المشكله بدات تجيله نوبات سرعه وانا خايف انه يوصل لمرحله التفكير في الانتحار. باشمهندس، اشمعنى فكرت فيا دلوقتي؟ عشان الاتفاق اللي بينا. قلت يمكن لما يشوفك يخاف منك ويعمل لك حساب ويستجيب للعلاج.
ازيك يا شادي؟ ايه؟ تحاول تفتكرني؟ انت ايه اللي جابك؟ هتصدقني لو قلت لك ان جاي اطمن عليك؟ اطمن عليا ولا تلبسني تهمه تاني؟ بابا جالك واتفق معاك مش كده؟ شادي تعرف انا ليه سبتك يومها؟ عشان حسيتك غير العيال اللي اتقبض عليهم دول كلهم. حسيتك موجود من باب الفراغ او من باب التفاريح، لكن اللي صدمني بجد اني اكتشفت انك شبههم قوي. انتوا ليه مش قادرين تصدقوا اني حاولت ابطل واني بكره نفسي وانا باخد؟ رجعت له ليه؟ رجعت له ليه؟ عشان كنت هموت. حسيت ان روحي بتنسحب مني وقلبي هيقف ونفسي مكتوم. كان لازم اخد حبايه واتنين عشان ما اموتش. شايف بقى ان الحل انك تستمر في الحكايه دي على طول مش كده؟ بدل ما اوصل للمحطه اللي بعديها اسرع ابويا عشان يجيب اللي عوضني. وايه بقى هي المحطه اللي بعديها؟ انا لو ما لقيتش ترامادول مفيش حاجه ممكن تظبط دماغي، والبديل الوحيد اللي مستنيني الهيروين. يا نهار اسود، هيروين؟ هيروين يا شادي؟ انا هخش اقرا المحضر واحاول اشوف لها سكه اخرجها بيها قبل ما يرحلوا على النيابه. ايوه ينوبك ثواب. بس الحكايه دي فيها قرشينات زياده يا مسامح. مش مشكله، كله على حسابهم وكله على النوت. اسمها ايه؟ هي اللي مرميه هناك دي. شوف مكلبشينها ازاي، كانهم مكلبشين عربيه واقفه صف تاني. اسمك ايه؟ عارف انا خطتي ايه يا خميس؟ نعمل فرشة رامادول وعائلته الكريمة في السوق. ده طعم عشان الزبون اللي ليلة في سجارة ولا في أبيض ولا بني. بعد كده شد الأحمر من السوق عطشه، تلقى الزبون بيدور على حاجة يعبي بيها دماغه، بس يا عين أمه ما يلاقيش. طبعا، لأن ولا البني ولا أي حاجة من النوع ده هتكيفه. هيجري زي الرهوان على الاستاف اللي بناكل منه عيش. بيزا اوف كورس، براون شوجر. ايه يا باشا؟ براون شوجر، بي اس، البي براون والاس يعني شوجر. يس. انت فاكر ان احنا هنقعد نشتغل في الشريطه ابو 30 و40 جنيه؟ دي مجرد فرشه زي ما انتوا بتقولوا، هيفرشوها رجالتك وعزوتك اللي عايزين افنديهم يرجع السوق بقوه. هما يفرشوا وما عليك تحضر التقيل لوقت اللزوم. بكده يبقى اختصرنا الزمن والمسافه. احنا لسه هنستنى زبون يلف سجاره ويخش على حجرين وحلاني بقى على ما يشد خطين؟ احنا كده بنساعده. هي اول برشامه وبعد كده تلاقيه يجري على طول على المجروش. ويبقى وفرنا عليه وقت وفلوس كمان. يتوب علينا ربنا. برزيزا. هاي داد. اه حبيبتي. هاي خميس. مش برضو خميس؟ افندينا خميس افندينا. ها حبيبتي، عجبك السبا؟ ظريف. مادام عجبك هشتريهولك. ثانك يو، انا هغير وخارجة على طول. بس بيخلي بالك كنت سايقة. اوكي، سي يو ليتر، باي. باي. كنا بنقول يا خميس؟ سي يو ليتر. اليجيتر. ده ليها كمالة. عارف يعني ايه اليجيتر؟ يعني سامعها قبل كده بس. البوزه؟ اليجيتر يعني تمساح. تمساح؟ عارف دهان التمساح؟ يعني ده انا التمساح يا باشا. دهان التمساح ده ابويا بيدهنوا بيها الحيطان اللي عايزه تشد وتعلى. يا باشا ما تدخلني معاك في الاسبانة هتجيب البرنسيسه ده شريك يعني. ما شاء الله. انت عارف يعني ايه سبا؟ فاكهه برضه؟ امال ايه؟ سبا يعني موزه مقشره، مكان تروح ويفضلوا يدلكوا فيك لغايه لما تخرج زي الموزه المقشره. السلام، زحلقه يعني. تضرب سبا بلبن؟ هتزحلق جواه كمان. لا يا باشا ده انت حكايه. يتوب علينا ربنا. بلغك اللي عمله الباشا بتاعك. كنت
كنت عارف انك جايبني عشان كده يا سيد الناس. يعني بالغك في السوق بتاعنا مفيش حاجة بتستخبى يا عم، الجمال كلهم. وانت ايه رأيك؟ انا في الليلة دي كلها مجرد مرسال، انا بلعب في تيم تاني براكو يا معلم. بس انت قريب من الباشا ومفيش اقرب من اللي زيك لمزاجه. مالت انت ممكن تاخد مني فلوس كتير قوي من غير ما تأثر على مكانتك هناك. اشبك ايدك في ايدي يا معلم وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. انا مفيش واحد على كوكب الارض كله بيكره خميس افندينا زي، ومش بس كده، هو الوحيد اللي بوظ لي اكتر من الشغلانة عشرة وليه عنده بدل الطار الف. حلو قوي كده، احنا الاتنين على خط واحد. بس ما تاخذنيش يا معلم، يعني خميس افندينا عرف يخش للباشا صح، ومش بس كده، الباشا معتمد على اهله وعزوته وناسه، هم اللي مساندينه وبيحموه في ظهره. لا مؤاخذة يا معلم، يعني انت مشكلتك في ابنك براءة، هو الوحيد اللي هزز صورتك في السوق، وده اللي سمح ان الباشا يديك كتف. وما تعرفش خميس افندينا عامل ايه للباشا، تحس انه ساحر له، وصف له وصفة، عامل له عمل حاجة كده، تحس انها هو رأيك ايه يا مرض؟ وانا بعد جايبك علشان تعقدها ولا علشان تحلها؟ انا هقول لك على الصح. خميس افندينا دلوقتي في حماية الباشا، ولو حصل اي حاجة لافندينا الشبهات والشك والريبة والضغينة هتحوم حواليك. يبقى المنطق بيقول ان احنا نلعبها صح، باسورد نعديها يعني، ونطاطي للريح شوية. وبعدين نتفق تحط ايدك في ايدي. اعتبر ايدي في ايدك يا مرتز. بس ناقص واحد معانا ويكمل مثلث برمودا، مثلث الرعب اللي هيقضي على خميس افندينا. تقصد مين؟ اللي معاه السر كله، بدران الشواب. بدران؟ لا، اذا كان على بدران سيبولي، انا عارف سكته كويس قوي. بقول لك يا باشمهندس منى يا فندم، هي دي عربية الفرنسيسة بنت الباشا صح؟ ايه يا فندم؟ صح كده. ايوه. قلت لي اسمك ايه؟ زينهم سعادتك. زينهم، الاقي معاك كلام يا زينهم؟ اتفضل يا فندم. ايوه، رجل الامن لازم يكون معاه قلم. طبعا. هات ورقة. طب لحظة واحدة قبل سعادتك. لا لا لا، تعالى تعالى استنى. الجيش قال لك؟ قال لك ايه؟ قال لك اتصرف. ها؟ خد امسك. ورق ايه؟ ورق ورق، اكتب اكتب بس اكتب. اكتب اللي اقول لك عليه. ايوه انا عارف، اكتب ما تقلقش. اكتب 015 افندين، اللي هو التوقيع افندين. اكتب اكتب. ايوه. هو ده رجل الامن. ايوه. خطتك حلو. بص انا احط دي هنا، بس امان عليك اوعى ولا تفتحها ولا تقرا اللي فيها ولا كانك سمعت حاجه. تحت امرك يا فندم. اتفقنا؟ اتفقنا. تمام تمام. خد خد بس يا فندم. خد زينهم. لا لا، خد خد امسك. بطمني عليك. ماشي يا فندم. يلا ما بتقفش عشان ما تلفتش الانتباه. ماشي يا فندم. بتشتغل اصلا لؤي؟ خلاص بقى، انا زهقت منك، اعمل اللي يريحك. سلام.
تستغربيش ورقه البفره. ما تستغربيش ورقه البفره. ما لقيتش اسرع منها عشان يوصل الود بمزاج عالي. يوصل الود بمزاج عالي. دي نمرتي. لو مزاجك تمام كلميني. لو مزاجك تمام كلميني. ولو مش تمام كلميني برضه. كلميني برضه. أفندينا أنت بتستعبطي يا بنت؟ أنت فين كل ده؟ والنبي أبلة بلف ليك على كعب رجليا لما كعب رجليا فقفقت أعمل إيه؟ مش لاقياه. يا سلام، أنت هتعمليهم عليا يا بنت؟ دلوقتي بقيتي تلفي وتدخي عليه ومش لاقياه؟ أمال مكان في جيبك ليل ونهار هو فين؟ والنعمة الشريفة شحح يا أبلة، ده حتى اللي كنت بجيبه ب10 دلوقتي بجيبه ب20 ويا ريت لاقيين. أنا مش عارفة الناس اتسرعت على الفلوس كده ليه؟ كفاية يا بنت ارحمي نفسك، هاتي خلاصي هو فين الهبال؟ اتفضلي يا أبلة. هاتي فلوسك السودة دي، روحي اعملي لي كوباية قهوة بسرعة. قهوة وشاي وبرشام وسجاير، أنا مش عارفة الليلة الطويلة بتاعتك دي ما بتخلصش يا أبلة. بصي يا أبلة بقى، أنا هعمل لك لقمة ترمي بيها عظمك أفيد من كل الكلام ده. إيه قولك بقى؟ امسكي. أنت هتبع عليا فيه؟ يلا شيليه. ده واجب مني عشان أصالحك بيه. حتى ما أنا عارف إنك مقيارة مني من المرة اللي فاتت. بس ده اقل حاجه تعملها معايا بعد عملتك السودا. يا بنت ما يبقاش قلبك اسود كده. بقولك ايه؟ ايه؟ مين الموزه اللي كانت لازقه لك دي؟ فتنه. اسمها فتنه؟ دي فتنه قوي، فتنه خالص، فتنه على الاخر. البنت دي سكتها ايه؟ بتحب واحد من صغيرها وبتموت فيه. ايه المشكله؟ ننطر وندوس احنا. انسى، ده باشا ومعلم وجامد اخر حاجه. يا بنت معلم على نفسه، هو في معلمين غيري في البلد دي ولا ايه؟ انا هنا المعلم والباقي كله زباين. قلتيلي بقى اسمه ايه الزبون ده؟ اسمه افندينا. افندينا؟ يا محسن الصدف. ما لقيتش غير ورقه البفره اللي تقول فيها الكلام ده؟ هي افنديهم؟ ومالها ورقه البفره؟ ده حتى في الخير. بس انت جيتي بسرعه قوي. أنا قلت يعني هتتقالي شوية، هتقابلي فيها كده، طلعتي واقعة. هتقل أدبك، هقفل السكة ومش هتسمع صوتي تاني. وليه بقى اللون ده؟ هتخليني أغير رأيي فيكي كده. ممكن أعرف إيه معنى الكلام اللي أنت كاتبه ده؟ عربون وصال وفتح سكة محبة وربط كلام. ومش شايف إن الطريقة دي قديمة شوية؟ أصل أنا غاوي طرب أصيل. يعني ناوي تغني عليا؟ لا يا حبيبي، ماليش فيه. ايه رايك في عاده شاعريه قديمه من بتوع زمان؟ مش عارف ليه طالبه معايا اقضيها معاك ابيض واسود. وماله، نقضيها وانت ونصيبك بقى، يا تبقى ابيض يا تبقى اسود. يتوب علينا ربنا. باي. أنا تعبت ومش عايزة صوتي يرجع لي تاني. أنا عايزة أضمن إني ما ترميش في الشارع. أنت بالشكل ده بتهدي كل اللي بنبنيه في علاجك. إحنا كل ما نتقدم خطوة نرجع 10. ليه كده بس؟ مدام كرامة، انت في حاجة عايزة تقوليها ومكسوفة؟ يا بنتي خرجي كل اللي جواكي من غير قلق ولا خجل. يا بنتي انت ست مكتملة الأنوثة وحلوة كمان. كرامة يا بنتي، الأنوثة مش دلع وكلام معسول. الأنوثة هو إحساسك بنفسك،
إحساسك بذاتك. ساعات بيدلعني وبيبقى لطيف قوي معي، وساعات مش بلاقيه خالص وكأنه مع حد تاني. أفهم من كده إنك شاكة إن جوزك على علاقة بحد تاني غيرك؟ صرحيني عشان الله أساعدك، ها؟ ياريت تثقي فيا، إحنا قربنا قوي. صرحيني يا بنتي، إنتي خايفة من إيه؟ اتكلمي. ما ترد على الحاجة، قولي لها كنت فين. اشتغلوني اكتر، اشتغلوني فهموا انكم ما تعرفوش. ما نعرفش ايه يا اخوي، هو في ايه؟ في ايه يا ام سعاد؟ في انكم لبستوني عمه صح يا عم الحاج، الوسطوها وعملت شويتين بتوعكم لحد ما جبتوا رجلي في جوازها طلعتوا منها بالقرشينات. ما تلم لسانك يا اخينا انت، اقف مع ابوك واتكلم عادل. لم قلت نفسكم شويه بقى ولم بنتكم بدل ما ترموا بلاقيكم على الناس المحترمه. الكلام ده بقى دول لروحك مش ليهم. سيبهم بقى يا اخي في اللي هم فيه. مش كفايه متجوزين في اوضه واحده فوق بعضيهم وبيتداروا من بلاوي الدنيا اللي مستنياهم؟ انا كنت عايشه عمري كله وسطيهم وراضيه باللي انا فيه، ويوم ما خرجت ونزلت اشتغلت عندك اول كلمه حلوه سمعتها وقلت خلاص هرتاح من الهم والقرف اللي انا فيه وهو ده اللي راجل. ويوم ما حبيت تاخد اللي نفسك فيه سبت لك روحي وقلت ده اللي راجل. لكن انت بعتني رخيص قوي، بس انت بقى نفسك ارخص بكتير. انت لا راجل ولا حتى تستحق تبقى ضله. اخرجي انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ استجيبك منين؟ شمال يا زباله انت بتدورها ليه؟ ايه اللي حصل يا ام سعاد؟ ريحيني وقولي لي في ايه. بدل ما تعمل فيها راجل قوي كده وتمد ايدك عليا، بص لروحك في المرايه وقول الكلمتين دول لنفسك. انت اللي عرفتني السكه الوسخه دي بعد ما رميت لي زي الكلبة الجربانة اللي مش لاقي حتى أرض ما تأكل بيها الغلابة دول. انت اللي عرفتني سكة أم سامية دي. وبعدين هتفرق معاك ايه يعني ان انا ماشية عدل ولا حتى ماشية شمال؟ قال لا يا اخي انا محتاجة. انت والجوع بقيت عليا لغاية ما بعت اللي اقدر عليه. لكن انت الدنيا ادتك العلام والشغلانة اللي تاكل من وراها اشتهد وحلال، وسبت كل ده ودورتها شمال. ولا نسيت بقى يا متر ان انا كنت بشتغل عندك وعارفه كل اللي فيها يا بتاع العدل والقانون؟ انت مستغرب ليه كل ده؟ دي نتيجة طبيعية جدا لأي حد بيتعاطى العقاقير دي. بس انا عايزاك تبقى عارف حاجة كويس قوي، اللي بيدمنوا الترامادول دول كلهم في كفة، واللي بيدمنوا نوعية المخدرات التانية في كفة تانية خالص، بس في النهاية كله بيتساوي في قتل النفس. وهو في كفة لوحده بقى عشان كيمياء؟ مش بس علشان كده، عشان عامل زي الوبا بيخش كل البيوت. شايف سواقين التكاسي والاوتوبيسات اللي ايديهم ما بتتشالش من على الكلاكسات، وشايف العيال واقفه على طول في الشوارع بتتخانق، هو ده الترامادول. بيني وبينك الولد خايف يجرب يبطل فيروح للهيروين. ده اعتقاد خطا جدا. ده لان الترامادول اسهل ان هو ممكن يخرج من الجسم، خصوصا ان هو مش زي المخدرات التانيه ولا زي العادات المميته اللي في حياتنا، السجاير والشيشه والعادات السلبيه اللي بقت على طول حوالينا. دكتوره ليلى، انا عاوزك تقابلي الولد ده. طبعا يا حضرة الضابط، بس انا مش فاهماك، انت ليه مصر انك تساعده وانت ما تعرفوش؟ بيني وبينك خايف من الخطر اللي جاي. انا برضه عندي عيال. طول عمري غاوي سمك، لكن ماليش خلق على صيده. حكم الصيد ده موهبة من عند ربنا. انت عارف يا خميس، وانا صغيره كنت احب اجري تحت السما وافضل بصه للقمر وابقى شايفاه كده وهو بيجري ورايا. كنت اقع واتكعبل والعيال تقعد تضحك عليا، بس انا بقى كنت ببقى فرحانه قوي.
عارف ليه؟ لاني كنت ببقى حاسه ان انا لو شبيت شويه هلمس الامر زي كده غاوي سمك بس مش عارف تصطاده. لا انا ما قلتش مش عارف، انا قلت ماليش خلق على صيده، انما محسوبك بقى غاوي أزازة واللي يجي بالبحر. هو انت دماغك على طول حتفه شمال كده؟ اذا كانت الدنيا كلها حتفه شمال جت عليا انا بقى العبد الغلبان. على فكره انا عارفه انت عايز مني ايه ولعبت لعبه الورقه وجبتني هنا ليه. شوف شوف، اصلك انت تحب تعمل كل حاجه بمزاج. حصل. حتى بقى لو جوازه ومفروض عليك. مفروض عليا ولا مؤاخذه يعني ما عندكوش مرايه في بيتكم؟ اصلها مش بالجمال ولا الفلوس، دي مصالح بتتلاقى، عاملة كده زي ما تكون مفصلات لازم تتعشق ببعضها، وأنا بقى مفصلة من دول. غريبة أنت برضه. هو أنا شوفي يعني شفتك كام مرة لحد دلوقتي؟ يعني مرات قليلة بس، يعني بعض سواعي كده أشوفك حاجة وبعض سواعي تانية أشوفك حاجة تانية، يعني وأول مرة ما بقاش عارف أجيب آخر حد. محدش له آخر يا خميس، كلنا كده عاملين زي التعبين نحب نغير في جلدنا، وده مش شر، دي طبيعة زمن بنعيشه. بس أنا بقى راجل ما أحبش حد يفرض علي حاجة. العمروتي اللي هو أبوي كان شايف كل حاجة من حوالينا، كان عارف بقى مين اللي هيبقى على وش القفص، اختارك أنت من وش القفص عشان كان عارف إن أنت اللي هتكمل مسيرته وأنت الوحيد اللي هتأمن بنته. بس ده رأي العمروتي أبوكي، أنا عايز رأيك أنت. أول ما أعرف هقولك يا أفندين. يتوب علينا ربنا. تاخدي صبت ده بقى بينعش المخ ويعلي إدراك العز. قلبت حالي وسايبنا لالي، جرى إيه يا غالي ما تحس بيا، هواك كان والشوق غالبني، حرام تسيبني في الحالة دي. أهلي قلبت حالي وسايبنا لالي، جرى إيه يا غالي ما تحس بيا، راضي على ابن النوح اول ليله. ما انت عارفها بحالات ودماغها ضربه حبتين يا برنس. عمال تتدلع وولع قلبي بنظراتها، ما تقولها يا سيدي وتنطق يا جميل وحياتك. عمال تتدلع وولع قلبي بنظراتها، ما تقولها يا سيدي وتنطقها يا جميل وحياتك. كل حاجه بالخيله. اسمع مري، خد خرفوش واتفق معاه على النقطة، ونزل له كام رزمة من المكتب خليه يرمي. أوامرك يا برنس. بقول لك وبالمرة نزل كام إزازة على الترابيزة. ده ضارب إزازتين لحد دلوقتي لا يتقلب مننا ويموت. جويا شلبي. أجو يا برنس. ما تحس بيا هواك تاني والشوق بص بص فعنيا،
كل حلفاؤك خانوك يا أفندينا، كل حلفاؤك. لو الحكومة تعرف قيمة الدماغ كانت فكتها علينا شوية وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها، لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع، كله بيتكلم 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 وفي الآخر كله شمال. أيوة كده، أزم أزم يا كبير واصطبح. الرجالة دوم في السكة. وصلوا بالسلامة إن شاء الله. وصلتك الأمانة يا بجوشة؟ طمنت على أصوات؟ أنت خيرك ما خلقنا يا باشا، بس في حاجة صغننة قد كده. خد بالك الصغنن ده بيبقى طعم ودمه خفيف. ومصيره يكبر. ويبقى أكبر منك كمان. ايه خير؟ عندك انت كمان مشكلة ولا واحد عايز تديها استمارة ستة زي حبيبنا اللي ضميره صحي؟ يعني يا باشا والحمد لله ضميرنا مرتاح الراحة الأبدية. اهو ده الكلام سامع يا متر. بقال الله يا حبيبي. هاتك الباقي. ده على آخر الأحزان إن شاء الله. يمكن أكشف حاجة وحشة. هو خد الشر وراح. هو مين؟ المرحوم. هو أنا مت؟ آه. يعني محدش قال لي. إيه الأخبار؟ هقول كده ولا في خنا لوحدينا أنا وأنت؟ قول عادي. بدران ده في مقام ابن اختي. ابن اختك؟ الصغيره ولا الكبيره؟ المتوسطه. اه يا ابن المتوسطه. ايه العباره؟ 6 شهور. مالها؟ تتقص على يخصك وبتنكش وراك كبير. اه صحيح، الست شهور بتروح لست بتاع الدجل وشعوذة ساكنة في البيت اللي قصاد مكتبي على طول. مرة شفت معاها الست كرامة بس نسيت اقولك. مش دخل ده في كلام بجاشة يا متر. لا ما هو من كام يوم شفت عند الست دي مطرة مرات براء النوح. مطر مراد برامي.